أول شيء هذه المدارس البناء الجاهز هي مدارس ما نهش عادنا. اثنين، هذه المدرسة من قبل 2014 تقريبا، بال 2012 اللي جو وضعوا الأساس مالها، ومن هذاك اليوم لي هذه اليوم هي صايرة مكب ما النفايات. وإحنا بالنسبة لمنطقة اليرموك، حي اليرموك، متوسطة للبنات ولا للولد ما عندنا، يعني لا متوسطة للبنات ولا متوسطة للبنين ما عندنا. عندنا ابتدائية صحيح، وأصلا يعني هذه المدرسة اللي عاد أتكلم لك عليها هي كانت مدرسة قائمة، يعني موجودة صف واحد واقع منها، جو فلشوها صارت قاع فساد، جابوا هذه الركام وخلوه هنا فساد. تعرف هذا الركام مو بس هاي المدرسة، يعني هاي المدرسة أكو عدة مدارس نفسها بالموصل، هذا البناء الجاهز واللي هو أعتقد هذا يعني مدارس إيرانية على ما أعتقد هذه، وأكو مدارس حديدية هم جابوا لنا إياها. هذا واحد. اثنين، هسا هذا الركام الموجود مال عدة مدارس ترى مو بس هاي، يعني جابوا هذا الأساس وخلوه هنا وتركوها انتهت، جابوا هذا الدنق وما دنق، هذه الشغلات البسيطة والحيطان من الطوافة، أيضا أكو مدرسة نفسها بالطوافة أيضا مدمورة. يعني أول شيء مكب ما النفايات، فساد للهامة، فساد ما بس بهذا الموضوع، الفساد حدث ولا حرج كل الدوائر، كل الدوائر. وهذا العراق مع الأسف يصير هيك، يعني أما جو على أساس يشتغلون بيها ما يشتغلون. إيه شنو قصة هالناس هاي؟ ما أعرف، فجروا على أساس شالوا اللي يسوون بناء جاهز، كوموا الغراض وراحوا. إيه تركونا تركة واحدة وشبعنا مزابل. زين، قد مساحة المدرسة هاي؟ كبيرة، ودونا 103 بيها. زين، أنت شو طالب كونك مواطن؟ والله يرجعونا متوسطة، يسووا هذا هو ابتدائية عدم متوسطة ما عدم المنطقة. نحن باليرموك. زين، احكي لنا على المدرسة هاي. هاي المنطقة كبيرة، يعني المدرسة المنطقة كلها هاي في سبيل إنه تعبر على المطاحن. المطاحن مثل ما يقول اشتراكات الناس ما عدها، يعني هم ظروف الناس تعبانة وكذا، فنطالب هالبناء هالمدرسة بدل ما مزبلة. يعني الافضل هي تشيله المزبلة افضل. هذا الكونكريت الجاهز ممكن يعني هو ممكن يصير ما يصير، بس الافضل بناء افضل. ليش بناء افضل؟ البناء افضل. افضل ما ناجح. هذا ما ناجح عندنا، يعني هذا ما شيء تركيب وما ما ما ترهم. الافضل البناء. بس سؤال اسالك. نعم. هذا الكونكريت كنا اخذوا فلوسه ومن زمان موقعين العقد معنا. هذا اخذوا الفلوس منه، بس هو من دخل علينا داعش عافوا الشغل ومشوا، ولحد هاي الساعه شوفت عينك انت صوروه ضحك عليه لحد الساعه ما حد جاء اشتغل بيها. لا ما ممكن نستفيد منه لان هذا صار اكسباير، ما بنستعمله هذا. والله هذا اذا بناء افضل يصير، البناء افضل من الكونكريت، هذا صار اكسباير يعني حتى اذا يعيدوه ما ناجحه. يعني شلون اكسباير؟ منين تعرف؟ هذا صار كله تفليش، تفلش هذا، يعني صار له مدة قديمة، يعني صار هنا ما بعد ما يشتغلون به، كله تفلش من النقل والتحميل والتنزيل كله تفلش. جو عليه ناس معنيين؟ جمع عليه مهندسين وهذه شافوه عفوا وراحوا. ايش قالوا؟ قالوا ما سووا عفوا وراحوا، ما يعني ما شفناهم ايش حكوا، هذا ما شفناهم فعفوا وراحوا. احنا نطالب انه يبنون مدرسة هنا مال متوسطة ثانوية. ما عندكم متوسطة بالمنطقة؟ متوسطة هنا ماكو، واليرموك الثانية واليرموك هذه ماكو احد هنا يجي، يعني ما عندنا متوسطة هنا، كلها تروح على المطاحن. هاي منطقة كبيرة، كل العالم تجي تدرس هنا احسن يعني.